واحد ابنه ما يهتم بالدراسة أو عنده أصدقاء سوء، هو متأذي، يجي يقول للصديقة، يقول له ابني عنده ممارسات خاطئة، يقول هذا ابني. فإذا ابنك، ابنك هم له حرمة، يعني ابنك يعني تتصرف وياه تنتهك حرماته على أي أساس؟ صحيح. شنو الفرق؟ هذا مؤمن ذكر عيبة بدافع الإشفاق والمحبة والشكوى في بعض الأحيان، يضيق صدره، ولكن ماذا يفعل؟ ينتهك خصوصية ابنه بهذه الطريقة، يعني يفضح عيوب ابنه بلا أن يقصد إعابته، هو أعز الناس عنده، قرة عينه هو، ولكن مع ذلك يقول هذا الأمر. زوجة تتحدث مع جارتها عن زوجها، عن عيوب زوجها، ولو تريد تطرد عين جارتها بعض الأحيان، بس هو ما يجوز، خذ ذكر العيب ما يجوز. هذا أبو فلان عصبي بالبيت، هو عصبي ويطلع رجل وقور أمام الناس، عيب مستور، هذا ما يهتم بملابسه، ما يهتم كذا، إذا أنا ما أجي ألح عليه أنه يبدل ملابسه ما يبدل ملابسه، كل هذا غيبة، كل حرام. هو يتحدث ويا أصدقاء عن زوجته، دائما مريضة، تعبانة، ما أدري كذا، هيجي ما له خلق تطبخ، بس تريد تطلع كلام مع خالص المحبة، يخبر أمها عنها، ما يجوز.